الرئيس النهارده اتكلم على كورونا، قال يعني واضح طبعا انه في اجتماعات دوريه بيقوم بها السيد الرئيس مع وزيره الصحه ومع مستشار الرئيس للشؤون الصحيه عشان موضوع كورونا. فبيقول انه الدكتور عوض تاج الدين قال له معلش يا فندم احنا طلعنا شويه في موضوع كورونا كده شويه بصوت بعد العيد، فقال لا وسائل الاعلام ترجع تاني تنبه على موضوع كورونا، وارجوكم يا جماعه البسوا الكمامات. انا النهارده يعني رئاسة الجمهوريه برضو تقول لك ايه، يعني لو انت جاي معكش كمامه لا اتفضل كمامه هي اعمل بتاع، لازم الناس كلها تبقى حريصه عليها. ورئيس النهارده نفسه وجه الناس وقال لهم كل واحد يحاول يحافظ على موضوع الكمامه ده، مش عايزين نطلع تاني وعايزين نوصل لدرجه صفر، والحمد لله قدرنا نعدي موضوع كورونا ده. نسمع ونشوف قال ايه سياده الرئيس في هذا الموضوع. مش هنسى ان انا اقول ان احنا حققنا بفضل الله سبحانه وتعالى حتى منذ بداية الأزمة، أزمة فيروس كورونا، حققنا نجاح كويس كدولة مصرية في مواجهته. ده كان يعني بتكاتفنا كلنا مع بعضنا، وقبل منه كان في فضل من ربنا علينا إن هو الموضوع ما كانش حاد قوي، وابتدت النسب تتحسن كتير. وأنا مش عايز النسب لما تتحسن كتير تخلينا ان احنا يعني يقل اهتمامنا وتحفظنا على هذا الموضوع. زي ما انتم شايفين احنا حاضرين هنا ولابسين الكمامات، وفي اي لقاء مع يعني حتى في مجلس الوزراء حتى في اللقاءات الثنائيه او كده حريصين على ان احنا نبقى بالشكل ده، بان احنا نبقى عاملين المحاذير والاجراءات الوقائيه اللازمه. ومن فضلكم احنا عايزين نوصل للصفر، ومش بس كده ونحافظ عليه. احنا لما كنا بنراجع الموقف بعد العيد مع وزارة الصحة والدكتور عوض قال لي معلش يا فندم احنا زدنا شوية بس عشان العيد. اذا الفيروس حساس يا دكتور مصطفى، وبالتالي لازم نفهم كلنا ان اي تهاون معاه هينعكس علينا بايه واحنا رايحين على مدارس وعلى جامعة، وامر يعني هيحتاج مننا ان احنا نصر و يعني هنفضل على موقفنا ده كمواطنين كدوله كاجهزه للحفاظ على ان الصحه العامه في مصر لا تتاثر بشكل يعني بشكل كبير من الموضوع ده، خاصة ان احنا شهر ولا اتنين وهنخش على زي ما قلت المدارس وهنخش على الشتاء كمان. فاحنا من فضلكم وارجو ان وسائل الاعلام تساعدنا في ان هي تؤكد كثيرا على اهمية تحفظنا واجراءاتنا الوقائية، وان احنا ما نتهاونش لا في الزحام ولا في المواصلات ولا في اي مناطق بيبقى فيها تواجد للبشر. خلونا مستمرين على كده عشان نقدر نتعامل مع الموضوع بشكل يعني بما يليق بيه. يعني ده الكلام اللي قاله سيادة الرئيس النهارده فيما يتعلق بموضوع كورونا اللي لسه مستمر معانا. فرنسا طلع فيها الموضوع 3000 كده فجأة، وبدأوا يدوروا تاني على موضوع الكمامات. واضح ان احنا بعد اجازة العيد وبعد الهوجة دي ممكن نشهد ارتفاع شوية في موضوع كورونا، ف هنرجع تاني نفكر الناس ونفكر انفسنا بفكره الاجراءات الاحترازيه والمواضيع. المخرج بتاعنا اول ما سمع الكلمتين دول راح فتش عليهم في الكنترول ان كل واحد يرجع يلبس الكمامه مره تانية. فيعني نفكر روح نرجع نفكر روحنا تاني بموضوع الضوابط الاحترازيه، لان واضح ان كورونا يعني مستمره معانا شويه. ده اللي